طبعا بيدخلوا للمباراة القادسية 7 نقاط، الأهلي 7 نقاط. الأهلي عنده المشكلة اللي لما خرج من الجندل الوضع يغلي داخل نادي الأهلي، ولكن برضو في القادسية ترى طالع مثلا من خسارة في الدوري، طالع من خسارة من الشباب وبعدين تعادل مع الأخدود، إضافة إلى طرد زينة لاعب المكسيكي مو لاعب بكرة. صح لاعب صح طرد لاعب المكسيكي اللي هو هداف هداف الفريق، لعب في مباراة الكاس ضد العروبة وجاب هدفين. أبو ميانج صاحب عمر 35 لا زال لا يقدم شيء. أنت هدافك في نادي القادسية اللي هو اللاعب المكسيكي جوليان الآن مطرود، مش راح يلعب ضد أمام الأهلي. تكلم عن القادسية الأقوى دفاع، هدف وحيد في مرمى مع الشباب خلال 5 جولات هذه. تجي للأهلي تلاقيه آخر 5 مباريات بالآسيوية بالكاس تسجل فيه تقريبا 6 أهداف بين دوري وزيكا. تتكلم عن 6 أهداف، ثم طالع في الجهة الثانية من اللي خرج من الأهلي عبد الباسط هندي اللي كان البديل الأول لإيبانيز ومريح اللاعب التركي، أنت تشيله وتبقي احتياط عبد الباسط هندي اللي هو الحمد، ما تدري كيف طريقة الاستقطابات والجلب. تجي تبعد ماكسيمان تجيب توني وتطلع هدافك في راس البريكان تطلعها على الخط، معناه أنت وتدخل توني وتبغى له الفترة اللي تقعد تقول والله هو كويس، خلينا إيش خلينا خليه ينسجم، خليه ممكن يعطيني ممكن المباراة الجاية. أنت الآن عطلت قوتك في راس البريكان، يعني في راس البريكان لو بلحطت راس حربة وهداف اللاعبين السعوديين 17 هدف تقريبا، ولا أنت بالله جبت جناح يمسك الخانة. فلذلك الأهلي لا زال أنا ما أدري زي ما قال ذا من هو المدير الرياضي اللي جالس يركب المجموعة سكواد عند النادي الأهلي، لأن السكواد عند النادي الأهلي تقريبا انتقل لنادي الاتحاد في الموسم هذا. القادسية ممكن كمجموعة ولكن يبغى له شغل كبير. القادسية الآن بتلعب قدام نانديز وقدام فرنانديز اللي هم في الوسط قوة في الالتحامات، يعني من بيقابلهم زياد الجهني وكيسية، كيسية دائما رقم 8، أتوقع التفوق في الالتحامات في الوسط يروح نادي القادسية. لذلك العموم الفريقين الآن كل واحد يحتاج للفوز أساس يطلع من المطب اللي عنده. ترى على فكرة حتى حق القادسية مطل نزلين هاشتاج الجمهور عندهم يقولون ما يبغون المدرب هذا خلال الفترة اللي راحت أو النتائج اللي راحت. لذلك أنا بالنسبة لي الأهلي أوكي كفريق جماهيري مهمة جدا له المباراة هذه، على الأقل يهدي الأوضاع الأهلاوية، والقادسيويين خلي الآن فريقهم يشوفون حتى يشوفون أبو بيانج هذا وش جالس يقدم معاهم في الفترة الشتوية، ونتمنى تكون مباراة جميلة بين الفريقين.